السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع مستغانم اللي نتعرف على المشروع الرئيسي لمدينة مستغانم، وهو إنشاء مدينة جديدة بالقرب من مدينة مستغانم، مدينة عصرية فيها عدة منشآت وعدة فنادق، وكذلك سوف يكون الحي الإداري الجديد لمدينة مستغانم. إذن نخليكم تتابعوا تفاصيل المشروع هذا في هذا الفيديو، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.